البروبرتيز اللي ممكن تشوفون صورته، انه هو يكون شكل سوليد اللون يلو. من نقيس الملتنج بوينت إله، لأنه هو سوليد فلازم نقيس ملتنج بوينت، حتكون درجة الانصهار من 110 إلى 111. يعني إن شاء الله من تشتغلوا إذا قسنا درجة الحرارة لازم يطلع هيك الدرجة، هذا معناته شغلنا مضبوط. من ناحية السولوبلتي يكون انسولوبل ان واتر وسولوبل بالإيثانول أو أي سولفنت عضوي، يعني أي سولفنت عضوي ممكن يدور به. زين لو أسأل إنه ليش هو يكون انسولوبل ان واتر؟ لو تشوفون الستركتشر ذرات الكربون دي أكثر من 5، يعني هي هنا 5، هذه 6 وهذه 6، حيصير أكثر من 5 ذرات كربون. فمعناته المركب اللي يصير أكثر من 5 ذرات كربون يكون انسولوبل ان واتر، بينما إذا يكون أقل أكيد حيدوم بالماء. هذه فنبذة مختصرة عن المركب. زين نيجي الجزء النظري أو قبله، هنا كمعلومة لكم إنه ليش نحضر هذا المركب، إنه شنو فائدته. هذا المركب يستخدموه كأنتي أوكسيدنت، يعني مضاد للأكسدة. والشيء الثاني والمهم اللي شفت أكثر شيء تطبيقات عليه، إنه يدخل بتركيب السانسكرين اللي هو مثل سان بلوك، بس فرق عن السان بلوك اللي هو الواقي الشمسي. السان بلوك هنا يمنع مرور أشعة الشمس خلال البشرة، يعني يعمل تحاجز، بينما السانسكرين لا، يسوي يمتص أشعة الشمس، إنه هاي اللي نحط على البشرة يمتص أشعة الشمس بس يسمح بمرورها خلال البشرة، ولكن يقلل من مضار هاي الأشعة. معناته إنه هذا المركب الكيميائي رح يمتص أبزورب لليوفي لايت اللي هي موجودة بأشعة الشمس، ورح يحمي البشرة من ضرر أشعة الشمس. فبالتالي هنا أشعة الشمس بالسنسكرين تمر خلال البشرة بس بدون ما تسبب ضرر، بينما السن بلوك لا، رأسا يعني يعكس الأشعة ما تمر خلال البشرة. فلهذا هذا المركب مهم تحضيرا، لأنه كأنتي أوكسيدنت ويستخدموه في أحد مكونات السنسكرين. هذه اليوزز بس مجرد معلومة لكم حتقدر نعرف ليش نحضر هذا المركب. زين نجي هسه شلون التجربة تصير. أول شيء ناخذ الجزء النظري، بعدين ناخذ الجزء العملي. الجزء النظري الثيور، التفاعل هنا بيصير حسب تفاعلين. أول واحد اللي هو الألدول كوندنزيشن. من أقول ألدول كوندنزيشن معناته تفاعل يتم ما بين مولين من نفس الألديهايد أو مولين من نفس الكيتون. شرط هذا الألديهايد أو الكيتون يحمون ألفا هيدروجين. بعدين حشوفكم شنو يعني أقصد ألفا هيدروجين. هذه أول شرط التفاعل الألدول كوندنزيشن، إنه نفس المولات من الألديهايد أو نفس المولات من الكيتون اللي تحوي على ألفا هيدروجين. الوسط اللي يكون بالتفاعل هو يكون يستخدم ديليوت بيس، قاعدة مخففة. الناتج اللي رح ينطينا اياه هو البيتا هيدروكسي كربونيل. نشوف هذا المستطيل الاسود، هذا دائما امثل لكم به التفاعل الالدول كوندنسيشن. اخذنا مركب هنا هذا كيتون، واذا استبدلت هنا هذا الار بايت، وهنا مهما يكون عدد ذرات الكربون مو مهم، حيكون مرتب الديهايد. اخذ مولين من عنده بوجود الكاتاليست اللي هو ديليوت بيس، رح ينطينا الناتج اللي هو هذا الناتج اللي هو بيتا، هذه الفا هذه بيتا بالنسبه لمجموعه الكربونيل، فبيتا هيدروكسي كربونيل. من نقول كربونيل معناته اما مجموعه الديهايد عنده او مجموعه كيتون. هذه هي شروط الالدول كوندنزيشن. زين لو افترضنا استعملنا مولات مختلفة من الألديهايد أو مولات مختلفة من الكيتون،
وشرط واحدة من عندهم اللي هي الفا هيدروجين والوسط كان عندهم قاعدة مخففة. هذا التفاعل ما اسميه الدول كوندنسيشن، نسميه كروس الدول كوندنسيشن. ففرق الألدون عن الكروس ألدون إنه بالألدون لازم المولات متشابهة، بالكروس ألدون لا، المولات مختلفة. مثلا أخذ ألديهايد بنزالديهايد هي غير ألديهايد، مثلا أخذ الأسيتون وهي مرتب ثاني كيتوني غير الأسيتون. بس المهم شرط لازم واحدة من عندهم بيه الألفا هيدروجين وسط قاعدة مخفف حتى يصير عندنا الكروس ألدون. هنا لحد الآن ما وصلنا للتفاعل اللي إحنا نريده. التفاعل اللي تابع لتجربتنا هو كليسن شميدت كوندنسيشن. كليسن شميدت كوندنسيشن التفاعل اللي هو حتى نحضر الداي بنزال أسيتون ما نقول عليه ألدول كوندنسيشن وإنما كليسن شميدت كوندنسيشن. شنو هذا التفاعل اللي مؤشر عليه بالمربع الأحمر؟ ناتج الألدول كوندنسيشن اللي وين product of الألدول كوندنسيشن نسوي له سحب جزيئة ماء يعني dehydration. لح ينطينا هذا المركب اللي هو ألفا بيتا unsaturated كربونين. هذه ألفا بالنسبة لهاي الكربونين وهذه بيتا، فهذه ألفا بيتا unsaturated يعني عصرة مزدوجة كربونين سواء قلنا ألديهايد أو كيتون. زين هذه سحب جزيئة الماء الووتر هيك شي حصير يعني رأسين؟ لا، لازم عندنا أما نستخدم إكسس من البيس اللي هو هذا الدليوت بيس أو نستخدم higher temperature معناته أسخن المحلول حتى أفقد جزيئة الماء. فملخص الجزء النظري للتجربة إنه أول خطوة يصير عندنا تفاعل الألدول كوندنسيشن، والخطوة الأخيرة حتى حصل على الناتج هي الكليسن شميدت كوندنسيشن. فالسينثيسيس للداي بنزال أسيتون هو التفاعل يكون باي كليسن شميدت كوندنسيشن. سيصير عندنا بالتفاعل رح يصير عندنا تفاعل مولات من الألديهايد أو الكيتون شرط إنه تحتوي ألفا هيدروجين بوجود القاعدة المخففة. رح يتكون بالبداية ألدول كوندنسيشن اللي هو بيتا هيدروكسي كربونين، ثم بوجود الإكسس من القاعدة المخففة أو الحرارة العالية رح يتم فقدان جزيئة ووتر ديهايدريشن لمرتب الألدول حتى ينطينا الألفا بيتا unsaturated كربوني. فهذا الفرق بين الألدول كوندنسيشن والكليسن شميدت. هناك الناتج بيتا هيدروكسي كربونين، هنا الألفا بيتا unsaturated كربونين. هنا التفاعل شلون يتم من مولات من نفس الألديهايد أو الكيتون تحوي ألفا هيدروجين؟ هنا لا، ناتج الألدول كوندنسيشن اللي هو البيتا هيدروكسي كربونيل. أوكي، الظروف التفاعل هنا نستخدم ديليوت بيس بالألدول، بينما بالكليسن شميدت رح نستخدم إكسس من البيس أو هاير تيمبريتشر حتى يصير عندنا فقدان جزيئة الماء. هذا كل ما يخص الجزء النظري. نيجي على إحنا شغلنا التفاعل. هذه هي معادلة التفاعل. طبعاً ذاك الستايد مطلوب إنه شنو هو الألدول كوندنسيشن وشنو هو الشميدت كليسن كوندنسيشن من ناحية قلنا الشروط. ومثلاً إذا نقول التجربة التحضير على أي تفاعل يتم إنه قلنا على الكليسن شميدت وليس الألدول كوندنسيشن. زين يجي على الكيميكال إكويجين. التفاعل حيتم ما بين الأسيتون بوجود مولين من البنزالديهايد والوسط قاعدي هي الـ NaOH اللي مذوبة بالووتر والإيثانول حتى ينطينا الداي بنزال أسيتون. قبل شوية قلت لازم
هذا التفاعل عندي مركب الألديهايد أو الكيتون بألفا هيدروجين. شو نعرف مركبه بألفا هيدروجين؟ أخذ هذا الأسيتون، يشوف هذه الكربون المتصلة بالكربونيل تحمل هيدروجين، هذه نسميها هي الألفا هيدروجين. يعني أي ذرة كربون اللي تحمل لي ذرة هيدروجين تكون مجاورة لمجموعة كربونيل سواء بشكل ألديهايد شكل كيتون أو أي مجموعة ساحبة مثلاً NO2 CN هذه المجاميع ساحبة، هذه الهيدروجين نسميها ألفا هيدروجين صفتها أن تكون فعالة، يعني نسميها أكتيف هيدروجين. فهذه اللي أقصده بالألفا هيدروجين، هذا إحنا تفاعلنا أول شيء أخذنا الأسيتون من يجي على البنزالديهايد. إذا حققت أول شرط بالتفاعل البنزالديهايد أشوف هنا بألفا هيدروجين، يشوف هذه هي الكربونيل صفها كربون، أقول هنا لا هذه جهة حلقة بنزين، فمعناته ما بألفا هيدروجين. أقربنا الأسيتون ويا البنزول ديهايد الوسط استخدمنا NaOH ويا العثمة والووتر حتى يتكون عندنا مركب. هذه هنا بما أنه أخذنا مولات مختلفة من أسيتون وألديهايد فهذا ما أعتبره ألدول كوندنزيشن وإنما كروس ألدول. وبما أن استخدمت بنزالديهايد إكسس و NaOH إكسس فأنطانا الشميدت تريسين كوندنزيشن. فلو أخذت مولية من نفس الأسيتون أو مولية من نفس الألديهايد واحدين رح ينطينا الألدول، بس بما أنه استخدمنا أسيتون وبنزالديهايد مولات مختلفة فمعناته هنا الألدول وإنما كروس ألدول، بس الناتج نفس الشكل بس الفرق بالمركبات اللي تدخل بالتفاعل. زين نجي على الميكانيزم. الميكانيزم هذه مطلوبة، مطلوبة مو كلها، يعني مثلا أطلب مثلا تكتبون step number one فبس مجرد حتكتبون هاي الخطوة، أو أطلب step number two حتكتبون بس هذا الجزء، وهكذا للبقية. زين شلون يصير الميكانيزم؟ أول ما أبدي بيها هو الأسيتون أو حتى بصورة عامة أي مركب كيتوني بألفا هيدروجين، هذه إحنا اتفقنا أبغى الكربون المجاورة للكربونين بيها ألفا هيدروجين. بوجود القاعدة OH ماينس رح تسحب هذه الهيدروجين، شو يتكون؟ رح يتكون نفس المركب الأسيتون بس يكون هنا شو عنده سالبة لأنه فقد بروتون. هذا المركب إحنا نعرف بالعضوية إنه أي مجموعة فعالة تحوي مجموعة شحنة سالبة أو مزدوج إلكتروني يعني عنده كثافة إلكترونية عالية، هذه الحالة شو نسميه على المركب؟ نسميه نيوكليوفيل. فالخطوة الأولى step number one إنه نسوي dehydration deprotonation، يعني إذا أفقد جزيئة بروتون من المركب اللي يحوي active hydrogen بواسطة القاعدة حتى يتكون عندنا نيوكليوفيل. فتفاعل الأسيتون مع القاعدة رح يتكون عندنا نيوكليوفيل. الخطوة الأولى step one نسوي deprotonation للأسيتون by البيس المستخدم حتى ينضينا البرودكت اللي هو النيوكليوفيل. هذه الأول عندنا هذا النيوكليوفيل الشحنة السالبة حيتفاعل ويا من؟ ويا البنزالديهايد، يهجم هاي الشحنة السالبة على هذه الكربونيل تنفتح من هنا الآثرة رح ينطينا هذا المركب الوسطي اللي هو الكوكسايد. احنا نقول اي شيء الكوكسايد معناته عندنا الاكسجين تحمل شحنة سالبة
وتكون بشكل يعني الأكسجين شو أصلها من كحول كأنما يعني OH وفقدت البروتون فصارت O minus. فالخطوة الثانية نقول تفاعل reaction between the nucleophile with the benzaldehyde حتى يتكون هذا المركب الوسطي. مو مشكلة إذا نسينا الاسم المركب الوسطي، المهم أعرف إنه صار عندنا هاي الأكسجين شحنته سالبة. وراها التفاعل إحنا مستعملين البيس ديليوت معناته NaOH نذوبيها بالووتر، معناته عندنا الوسط بماء. شو يصير؟ هاي الأكسجين رح تسحب بروتون من الماء حتى يتكون أول واحد اللي هو هذا البيتا هيدروكسي كيتون، اللي هذا شو نسميه اللي هو البرودكت اوف الألدول كوندنسيشن. تمام؟ فهذا شو نعرف بيتا هيدروكسي؟ هذه هي مجموعة الكيتون، هذه الكربون المجاور إلها نسميها ألفا، الكربون الثانية نسميها بيتا، فصار عندنا بيتا هيدروكسي كيتون. إلى هنا وصلنا التفاعل الأندول كوندنسيشن. بما أنه عندنا إحنا مستعملين OH الماينس اللي هو البيس بشكل إكسس، هنا أنا مو حرارة راح نستعمل، هنستعمل OH إكسس. شو يصير عندنا؟ راح تنفقد أيضا ذرة بروتون، يعني حيصير دي بروتونيشن. هذا المركب الوسطي اللي بعدين راح يتكون عندنا العاصره المزدوجه اللي هي الفا بيتا انساتوريتد كيتون، اللي هذا هو ناتج الكليسن شمدت او شمدت الكليسن. تمام؟ زين لو نشوف هذه كل هالخطوات من رقم واحد الى رقم خمسه وصلنا هذا الناتج اللي هو بنزان اسيتون، يعني حلقه بنزين ليش؟ لأننا يعني استعملنا مول واحد من بنزالديهايد ويا أسيتون. نرجع نكرر الخطوات اللي هي الخطوة رقم واحد إلى خطوة رقم خمسة، بس على يا مركب ما أبدي بالأسيتون، لا أبديها من هذا المركب اللي هو البنزال أسيتون. أرجع أبدي هذا المركب أضيف له OH minus، هذه هي الأكتيف هيدروجين، هذه هي CH3 هي الأكتيف هيدروجين. ليش؟ لأن هذه أكثر أكتيفيتي من اللي CH، هذه CH3 أكثر أكتيفيتي من هذه CH، حتصير CH minus مثل هذه، نضيف المول الثاني من البنزالديهايد رح يهجم عليه، كل نفسه حيمشي الخطوات، بس بدل هذه CH3 حنحط هذه التكملة، حنحط هاي التكملة. بوجود الووتر هنا حيتكون عندنا O minus، يتكون عندنا البيتا هيدروكسي كيتون بس من النوع الدال، يعني حيصير من الجهتين، يعني كذا نفس هذا، بس هنا OH وهنا تبقى هذه C ريبولت C. وراها عندنا القاعدة احنا مستخدمين زيادة من عندها، رح يتكون بشكل CH minus، يعني هنا أنا حصير CH minus وهنا حصير CHOH. الخطوة اللي بعدها رح يصير عندنا ترتب حتى يتكون منا عصرة مزدوجة، فينطينا الدال بنزال اسيتون. ما استخدمنا الاكسس من البنزالديهايد، مو مول واحد وانما مولين حتى يكون عندنا من الجهتين، من الجهتين هذا هو الاسيتون كانما، وين هذه الجهه وهذه الجهه اللي يصير عندنا ارتباط مجاميع البنزالديهايد. ملخص الميكانيزم، اسيتون بوجود البيز يصير عندنا دي بروتونيشن للأسيتون حتى يتكون عندنا نيكليوفيل اللي هو CH2 minus. هذه ستيب واحد. ستيب تو reaction between النيكليوفيل with البنزالديهايد to
الفرن هذا المركب الوسطي اللي هو الكوكسال، بوجود ال H2O نحن نستخدم بيس ديليوت، حيتكون الأودون برودكت اللي هو البيتا هيدروكسي كيتون. زين الاكسس من البيس يسوينا سحب للبروتون، اللي حيسوينا دي بروتونيشن كأنما راح يتكون نوكليوفيل، بعدين يصير ترتب حينطينا هذا المركب. ماكو مشكلة إذا مثلا اختصرتوا إنه ناتج هذا البرودكت يعني تحطون بنزل دي هايد ويا H2O رأسا ينطينا الناتج الستيب 3، يعني مو إلا ناتج ستيب 2. ونفس الحالة مثلا ناخذ هذا الناتج الستيب 3 ونضيف OH ورأسا ينطينا هذا المركب النهائي، يعني شوي نختصر بالخطوات. بعدين البنزال الأسيتون اللي تكون، نعيد الخطوات إضافة القاعدة، بعدين المول الثاني من البنزال ديهايد، وجود الـ H2O وبوجود الإكسس من القاعدة رح يتكون الناتج النهائي اللي هو الداي بنزال أسيتون اللي هو المفروض تحضيره. هذا كل ما يخص الجزء النظري للتجربة. نجي على طريقة العمل. أول خطوة رح نأخذ بيكر ونضيف 18 مول من محلول الـ NaOH. إحنا محضرين لكم ماخذين الـ NaOH مذوبين بالـ H2O والإيثانول، نخليه بالبيكر، وهذا البيكر نحطه بحمام ثلجي آيس باث. هذا أسجل عليه سوليوشن واحد. زين نجيب بيكر ثاني نضيف له 1.5 مول بنزال ديهايد، بعدين نضيف عليه أسيتون 1 مول، نسوي ميكس يعني أسوي له خلط كلش زين حتى ينتج كله للمحلول، وأسميه سوليوشن 2. فسوليوشن 1 عبارة عن الـ NaOH وسوليوشن 2 عبارة عن البنزال ديهايد ويا الأسيتون. خطوة بعدها من السوليوشن 2 آخذ نص الكمية اللي هي تقريبا 1.5 مول، يعني مش عندنا احنا صار بالبيكر 1.5 مول من بنزل ديهايد وهي 1 مول من الأسيتون، صار عندنا 2.5 مول. تقريبا آخذ 1.5 مول بواسطة البايبيت أضيفها بشكل قطرات، شكل قطرات بطيئة المن إلى المحلول الأول اللي يحتوي على الـ NaOH، وانتبه انه الحراره تكون اقل من 20 يعني ما تزيد، لانه انا ما اريد تصير خطوه تكوين الالفا بيتا ساتوريتد بهاي المرحله. فنستعمل محرار نخليه بالمحلول ونقيس الحراره واضيف قطره قطره من هذا المحلول حوالي مده 5 دقائق، نسوي الاضافه الى ان تخلص الواحد ونص مول. كملت الاضافه، بعدها أظل فقط أحرك المحلول مدة 15 دقيقة. نشوف لون المحلول رح يتغير من كلير إنه ما بي لون ولا راسب إلى محلول لونه أصفر، أصفر فاتح، أبيض. أوكي؟ ورا هذا ما صار 15 دقيقة، أضيف الباقي من المحلول الثاني. باقي المحلول الثاني اللي هو تقريباً إيش قد بقى عندنا؟ 1 مول. نضيفه إلى نفس المحلول اللي هو سوليوشن واحد، وضيفه دفعة واحدة وأحرك لمدة 20 دقيقة. نلاحظ وراء 20 دقيقة رح يتكون عندنا البرودكت اللي هو مثل باص بلونه أصفر، فهذا دليل إنه متكون عندنا الداي بنزال أسيتون. فنأخذ بيكر اثنين، واحد يحتوي NaOH solution، الثاني يحتوي على بنزول ديهايد وأسيتون. ناخذ نص كمية السوليوشن الثاني أضيفه على السوليوشن الأول بشكل قطرات مدة 5 دقائق ويا التحريك. كملت الإضافة، أظل أحرك مدة 15 دقيقة لحيث أشوف يصير لون المحلول على صفار. وراها أكمل بقية الإضافة للمحلول الثاني للمحلول الأول، وخلصت الإضافة
حابب مدة 20 دقيقة لحد نشوف يتكون عندنا الرسم لونه أصفر. كون هذا الرسم آخر شيء أسوي فلتريشن. أسوي فلتريشن يعني أرشحه المحلول، يعني أتخلص حتى من الراشح يبقى عندنا الرسم. هذا الرسم اللي تكون اللي هو البرودكت أغسله ووش بالكولد ووتر، ماء مثلج. حتى شنو فائدة الماء المثلج؟ أتخلص من شرب ومادة مو متفاعلة، لأنه يعني إحنا مو كل البنزالديهايد والأسيتون رح يتفاعل، أوكي مو كله، فأتخلص من عندي إنه أغسله بالووتر. حتى أضمن تخلصت من الـ NaOH الغير متفاعل، شلون؟ إنه مفروض أقيس الـ pH اللي رح ينزل من الراشح. أقيس الـ pH مفروض تكون متعادلة، معناته ما بقى عندنا NaOH بالمحلول. تخلصت من الـ NaOH من البنزالديهايد ومن الـ أسيتون. يبقى بالفلتر بيبر فقط الـ product. أتركه يجف حتى أجي وراها أقيس وزن المادة وأحسب نسبة المنتوج. هذه إلى هنا حيكون إن شاء الله شغلنا هذا الأسبوع، إنه نحضر ونترك البرودكت يجيب حتى الأسبوع اللي بعده نسوي حسابات، إنه شلون أحسب نسبة المنتوج وشلون أسوي الفيزيكال بروبرتيز اللي هي نقيس المالتنج بوينت، ممكن نسوي ريكريستلايزيشن يعني تنقية، لأنه يعني أكيد هم باقي جزء من البنزالديهايد أو الأسيتون، يعني نتخلص كلنا من هذه الأشياء عن طريق تمام حتى نسوي الريكريستلايزيشن. أنا حطيت لكم فيديو، بس قبل الفيديو اللي هو حيوضح لكم شلون يصير الشغل حتى تاخذون فكره شلون حتصير الاضافه، شلون تصير عمليه الفلتريشن، اوكي؟ فمن حاعرض الفيديو حعيد بطريقه العمل حتى تصير واضحه قدامكم. قبل الفيديو هنا سويت لكم اسئله على التجربه، انه ليش نستخدم الزياده من البنزالديهايد؟ قلنا لأنه إذا أستخدم مول واحد من البنزالديهايد فقط رح يتكون شنو عندنا هنا؟ يعني يتكون، لو نرجع على الميكانيزم، يتكون البنزال أسيتون، تمام؟ بينما من أستعمل مولين رح يتكون الداي بنزال أسيتون، وهاي تقدرون ترجعوا لها عاد إن شاء الله على الميكانيزم تشوفون استعملنا أول ما قلنا هسه هنا الاكسس من البنزالديهايد اللي نستخدمه، لانه حسب ما حكينا بالميكانيزم اذا استخدمنا مول واحد راح يتكون البنزال اسيتون اللي هي كانت اخر خطوه. فمن قلنا نسوي ريبيت الخطوات اللي هي من 1 إلى 5 حتى يتكون عندنا الداي بنزال اسيتون. هذه الاول هذه سبب استخدام الاكسس من البنزالديهايد. السؤال اللي بعده، ليش نستخدم الـ NaOH؟ تتذكرون بالميكانيزم أخذنا الخطوة الأولى step number one، قلنا عندنا الأسيتون نسوي له دي بروتونيشن، يعني نسحب من عنده بروتون، نسوي دي بروتونيشن للأسيتون ويتكون عندنا نيوكليوفيل. هذا هو سبب استخدام الـ NaOH. السبب الثاني طبعاً ما كتبته اللي هو حكيناه بالخطوة الأخيرة، إنه حتى يتكون عندنا الألفا بيتا انساتوريتد. تمام هسه شوف السؤال. الطلاب إذا عندكم أسئلة تكتبوها بالشات، اوكي، او افتح الميوت عنكم حتى اذا تجون تحكون حتى تفهم السؤال من عندكم. بس ان شاء الله لما اما تكتبوها او حتى بعدين من اخلص الشرح اجاوب على اسئلتكم. السؤال الاخير اللي هو ليش نستخدم الاسيتون؟ لانه بي الفا هيدروجين حتى يتكون عندنا نيوكليوفيل، لانه مثل ما قلنا البنزالديهايد ايش بيه؟ ما بي الفا هيدروجين. لما الأسيتون بي
فحتى يتكون عنده نيكليوفيل ويكمل التفاعل. كل ما يفصل التجربة الجانب النظري والجانب العملي. إن شاء الله من أخلص لأنه التسجيل توقف، فحسجل مرة لكم. This session is no longer being recorded. يعني بشكل متسلسل حتى يصير واضح قدامكم. أوكي، وأدز لكم إياه إن شاء الله على كلاس روم حتى تشوفوه براحتكم. قلت لكم أنا مسوية فيديو لقيت بالإنترنت شلون يسوون التجربة، فقلت أحسن تشوفون حتى تاخذون فكرة شلون يصير الشغل، حتى إن شاء الله من تشتغلون الثلاثاء والأربعاء تصير واضحة عليكم ما تدوخون. تشوفون دي يسوي، احنا نستعمل بيكر، هنضيف البنزول دهيد والاسيتون، هذا اعتبره سوليوشن 2. طلاب مو طالعه عندكم الصوره؟ تمام، احتمال شوي نت لانه هذا فيديو فاكيد شوي يتاخر عليكم، فلا تشيلونهم. يعني حتى حصغر الصورة حتى تصير شوية أوضح. هسه شفنا الخطوة الأولى بالأسيتون والبنزالديهايد، هذا واحد. وهسه هنا البيكر الثاني خلينا نقول عليه اللي هو بالNaOH. نضيف المحلول البنزالديهايد والأسيتون عن يمين على محلول الـ NaOH، نفك قطرة قطرة، اللون المحلول بدأ يتغير يصير على أصفر. طلاب نزلت لكم رابط الحضور على الكلاس روم، أوكي، حتى تسجلون حضوركم. هسه هنا نشوف خلص اول اضافه، نشوف لون المحلول بعو يكون تيربد مو صافي، لون المحلول تيربد. وراها قلنا نحرك مده 15 دقيقه، ورا ال 15 دقيقه اجي اضيف الباقي من المحلول الثاني اللي هو البنزالديهايد والاسيتون هذه. إن شاء الله من حدزلكم هو رابط المحاضرة راح تلقون الفيديو، وهم حدزلكم الفيديو ماكو مشكلة. هذه هم تقريبا 30 دقيقة خلوا لأنه ولا ما كملوا الإضافة، مدة 30 دقيقة هم تحريك يلا يتكون المحلول. إحنا جربنا بالمختبر شفنا 20 دقيقة كلش كافية، يعني ما يحتاج نطول الوقت، وحتى على مودكم يكفيكم الوقت. اوكي، فكانه هنا بدل 30 حيصير 20. طبعا انتم هنا حتحركون، انتم حتحركون المحلول، مو ما مستعملين لكم جهاز لانه ما تكفي الاجهزه اللي عندنا على عددكم. ليش صار لونه اصفر؟ لانه هنا
اسرتين مزدوجه الستركتشر لو تشوفوه دي اسرتين مزدوجه فالاواصر هاي المزدوجه وبصفها مجموعه كربونين انطت اللون الاصفر للمحلول. زين هسه هنا خلصنا هذه خطوه الفلتريشن. احنا ان شاء الله راح نستخدم طريقه مو هذه يعني اللي هي الترشيح الاعتيادي اللي هو فنل. ما حد يزبكم فيديو ثاني بده يستخدم بطريقه الترشيح الاعتياديه الكلاسيك اللي هو فنل وبفلتر بيبر وترشحون. هنا نستخدم ضغط حتى يسرع عمليه الترشيح. هذه هنا بعدين راح يغسله بالووتر اللي احنا قلنا عليه كولد ووتر، يغسله كذا مره حتى يضمن انه تخلص من البنزال ديهايد ال NaOH والاسيتون. طلاب لا تنسوا يسجلون حضوركم عيني. نزلت الفورمه على الكلاس. هذا هو شكل الراسب. مثل ما تشوفون هذا هو شكل الراسب. يطلع لونه اصفر ورا ما ينتهي الجرس. احنا ان شاء الله هالاسبوع لحد هنا نتوقف. هنا الخطوه اللي بعدها هو نحسن بعدين على الاسبوع اللي بعده نشوف الوقت شلون يرهم يشتغل. هذا كل ما يخص تجربتنا ان شاء الله. انا حلغي الموت عنكم حتى اذا اكو احد يعني عنده سؤال يسأل.